حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسي. نقول نعم، حديث صحيح، والنبي كان يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والله عز وجل أثنى على نفسه كثيرا في كتابه تبارك وتعالى، فتجد ذلك في الآيات المشهورات في خواتيم سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم، وأمثال ذلك كثير.